أبو الرسول في مدرسة الرسول تعلموا الكثير تدارسوا الأقوال ومارسوا الأفعال نقل العلم الغزير أصحاب الرسول كشجرة الزهور بحدائق الإيمان بعثرها يفور على مر العصور بالحب والسلام لنا العقول وطمأن القلوب هم قدوة الأجيال وذللوا المحال السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله منك يا أبا ذر. تقبل الله مني ومنك يا زوجتي العزيزة. إلى أين ستخرج هذه المرة؟ مثل كل مرة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. إن أكثر وقتك معه ومع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها الأخوة في الله يا أم ذر. أدام الله عز الإسلام، فابن الخطاب لا يدخر جهدا في إقرار العدل وفرض الرقابة على الولاة والعمال. ولا ريب أن هذا أكثر ما يعجبك فيه ويرضيك. نعم يا عزيزتي، لأن الولاة إذا ركنوا إلى الدنيا وغرتهم بمتاعها الزائل ضاعت الدولة وافتقر الناس. بارك الله فيك وفي أمير المؤمنين عمر. يا أمير المؤمنين، هذا الرجل قتل أبانا. قال أمير المؤمنين: أحقا قتلت أباهما؟ نعم قتلته، ولم أكن والله أنوي ذلك. لقد دخل أرضي بجمله وطلبت منه أن ينصرف من أرضي فشتمني، فتشاجرت معه، وأثناء المشاجرة ألقيت عليه حجرا فوقع على رأسه فمات، ولم أكن أقصد قتله. فقال أمير المؤمنين عمر: إذن لابد من القصاص، قتلت رجلا فلا بد أن تقتل. يا أمير المؤمنين، أستحلفك بالله أن تمهلني ليلة واحدة لأذهب إلى زوجتي المريضة، فأطفالي صغار ضعفاء ولي شقيقة أريد أن أحضرها إلى البيت لترعى الصغار في مرض أمهم، ثم أودعهم وأخبرهم بأني سألاقي ربي ثم أعود إليك. سأله أمير المؤمنين: ومن يضمنك إلى أن تذهب إلى قبيلتك ثم تعود إلي؟ نحن لا نعرف الرجل ولا خيمته ولا داره ولا قبيلته ولا منزله، فكيف نضمنه؟ نعم يا أبا هريرة، ولو أنه ذهب ولم يعد فإن الذي ضمنه سيقتل بدلا منه، فما ذنبنا حتى نقتل؟ وراح الخليفة يفكر: لا بد من إقامة الحد على الرجل إلا إذا وافق أهل القتيل على العفو عنه. والتفت الخليفة إلى الشابين وسألهما: أتعفوان عنه؟ لا نعفو عنه أبدا يا أمير المؤمنين، من قتل أبانا لا بد أن يقتل. فنظر الخليفة إلى الصحابة الكرام وقال: من يكفل هذا الرجل حتى يعود؟ ها؟ أنا أكفله. قال عمر: ولكن لا تنسى يا أبا ذر أنه قاتل. أعلم أنه قاتل يا أمير المؤمنين. فهل تعرفه حتى تضمنه؟ لا أعرفه، ولكني رأيت في وجهه سمات المؤمنين فعلمت أنه لا يكذب، وإن ذهب فسيأتي في موعده إن شاء الله. قال عمر: يا أبا ذر،
هل تعلم أنك ستقتل بدلاً منه إذا لم يعد؟ لأنه حد من حدود الله، ونحن لا نتهاون في حدود الله. الله المستعان يا أمير المؤمنين. وماذا لو لم يعد الرجل يا أبا ذر؟ وما ذنبك أنت حتى تقتل بدلاً منه؟ ألم تفكر في أنا، في زوجتك؟ فما ذنبي حتى أفقد زوجي وأبقى وحيدة مكلومة؟ أردت أن أرحم عياله الضعفاء يا أم ذر. ولماذا لم يرحمهم هو عندما قتل نفسا بغير حق؟ قال إنه لم يقصد القتل. وهل صدقته؟ كان لابد لأحد أن يصدقه، لقد تخلى عنه الجميع. وها أنت ستقتل بدلا منه، وتعلم أنه ليس لي غيرك في هذه الدنيا. لا تخافي يا حبيبتي، فربي لن يضيعني وهو أعلم بنيتي. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا تضيع أبا ذر ولا تضيعني معه. وبعد 3 ليال وفي الوقت المحدد نادى عمر في المدينة، فجمع الناس وجاء الشابان. وأتى أبو ذر وجلس أمام عمر الذي سأل: أين الرجل؟ هو لم يعد حتى الآن يا أمير المؤمنين. لقد اشترطنا عليه العودة قبل غروب الشمس. وراح الصحابة يتطلعون إلى الشمس في حزن، فقد أصبحت حياة أخيهم أبي ذر في خطر. صحيح أن أبا ذر حبيب الخليفة، وأنه من صحابة رسول الله، وله من الفضل في الإسلام ما له، لكن هذه هي شريعة الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. حذرناك يا أبا ذر من أن تضمن رجلاً لا تعرفه. ها أنت ستضحي بحياتك بلا ثمن. والله ما ندمت أبداً على خير فعلته. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله. أيها الناس انتظروا، لا تقتلوا أبا ذر، لقد جئت إليكم لتنفذوا في القصاص. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. حمداً لله أن نجاك يا أبا ذر. الحمد لله رب العالمين. قال عمر للقاتل: أيها الرجل، لو أنك بقيت في قبيلتك ما شعرنا بك وما عرفنا مكانك، فلماذا لم تهرب وأنت تعرف أنك ستقتل إذا عدت إلينا؟ يا أمير المؤمنين، والله ما جئت خوفا منك، ولكن خوفا من الله، لأني خشيت أن يقال ذهب الوفاء بالوعد من الناس. فقال عمر: وأنت يا أبا ذر، لماذا ضمنته وأنت لا تضمن أن يعود؟ لأني خشيت أن يقال ذهب الخير من الناس. ونحن عفونا عنه يا أمير المؤمنين. نعم، عفونا عنه لصدقه، ولأننا نخشى أن يقال ذهب العفو من الناس. ماذا أنت فاعل يا أبا ذر؟ أنت معلم الأمة وصاحب وحبيب رسول الله. مات عمر الخليفة العادل، وأصبح الناس يشكون الفقر، ومعاوية وأصحابه يأكلون ويتمتعون في قصور الشام. نعم، وإذا اعوج حال الأمة فما يعدله إلا السيف. على من تشهر سيفك يا أبا ذر؟ على كل من تسول له نفسه الخوض في مال المسلمين بغير حق يا أبا هريرة. وهل نسيت وصية رسول الله لك حين سألك ماذا تفعل إذا أدركت أمراء يستأثرون بالفيء؟ فقلت: والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي فأضرب به حتى ألحق بك. نعم، إني والله أذكر وصيته ولا أنساها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ اصبر حتى تلقاني. إذن فعليك أن تعيد سيفك إلى جنبك، فالله يقول في كتابه الكريم: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ليس السيف هو الحل بين المسلمين وبعضهم يا أبا ذر، بل عليك بلسانك.
لا حول ولا قوة إلا بالله. كعادته دائما قرر أبو ذر الغفاري أن يواجه المشكلة مهما كانت كبيرة. قرر أن يصدح بالحق في دار الباطل، فهو يرى منذ بداية إسلامه أن الحق يجب أن يسود ويجب أن يكون في الجهر والعلن. وفور وصوله إلى دمشق التف الناس حوله وشكوا له من أوضاعهم وفقرهم وحرمانهم، وقد حثهم أبو ذر على عدم السكوت للظلم وضرورة أن يواصلوا المطالبة بكافة حقوقهم. لم يستأذن أبو ذر في المجيء إلينا إلى الشام. ربما استأذن الخليفة عثمان بن عفان. لا، لم يعطي الخليفة أي إذن، لقد سافر إلينا دون أن يخبره. المشكلة يا أبي أنه قد ذهب ليخاطب الناس في الشوارع والأسواق، ولم يطلب لقاءك أنت الأمير معاوية بن أبي سفيان. والمشكلة الأكبر أنه يحرض الناس ضدي ويتهمني بالترف والإسراف. أنت والي الشام يا أبتي والأمر لك، فإن شئت حبسته وإن شئت طردته. لا، فهذا لو كان رجلا عاديا، لكنه أبو ذر الغفاري، وأنت تعلم ما له من مكانة في قلوب الناس والصحابة والعلماء، نظرا لعلمه وورعه وحب رسول الله له. والمساس به سيؤلب الناس علينا ويثير غضبهم وسخطهم. إن كان هو أبا ذر فأنت معاوية بن أبي سفيان، ولن تعدم حيلة في حل المشكلة بدون أذى. نعم، لا أظن أننا سنعدم حيلة. نلقى الأحبة محمدا وصحبة، عقولهم مضيئة قلوبهم جريئة. لذا نلقى الأحبة محمدا وصحبة، تحملوا الرسالة من خير من يقوم أصحاب الأحبة محمدا وصحبة، صحابة البشير نجومهم تهيب. لذا نلقى الأحبة محمدا وصحبة، مواقف البطولة تسمو بها الرجولة.